تبدأ في جنيف اليوم المحادثات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، وذلك بشأن الملف النووي الإيراني. تجرى المحادثات وسط أجواء تتراوح بين الإيجابية المعلنة والتلويح باللجوء إلى وسائل أخرى. وقد أكدت إيران أنها ستدخل هذه المفاوضات بنية حسنة وإن كانت مستعدة لمواجهة كافة الاحتمالات، بينما تقول واشنطن إنها متمسكة بالخيار الدبلوماسي وإن كانت مسألة فرض العقوبات واردة إذا دعت الضرورة. إلى جنيف يتوافد كل من المعنيين بمحادثات الملف النووي الإيراني، ومعه أمل في أن يلبي الطرف الآخر مطالبه، وإن كان كل طرف يحمل معه أشياء أخرى أيضا كالتلويح باللجوء إلى وسائل أخرى غير الحوار من قبل الدول الغربية والتعهد بالاستعداد لكل الاحتمالات من قبل إيران. كل ذلك يجعل مصير اجتماع جنيف غامضا. ما نتطلع إليه هو معرفة ما إذا كان الإيرانيون جاهزين للعودة إلى مناقشات جدية وهادفة، وسنرى إذا كانوا مستعدين لاتخاذ الخطوات التي طلبتهم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ما يدعوهم إليه المجتمع الدولي، وعندها سنرى ما إذا كنا سنأخذ منحا آخر. لكن حاليا نحن ملتزمون بالعمل الدبلوماسي، على الإيرانيين الاختيار إذا أرادوا اتباع نهج يقودهم للعودة إلى المجتمع الدولي أم إلى العزلة. إصرار أمريكي على اعتماد الحل الدبلوماسي، ولكن هل يعني ذلك عدم اللعب بورقة فرض عقوبات جديدة على إيران؟ مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس باراك أوباما قال إن واشنطن لن تهدد خلال محادثات جنيف بفرض العقوبات، إنما ستكون مستعدة في الوقت نفسه لتطبيقها إذا ما كان ذلك ضرورياً. على ما يبدو فإن واشنطن بالرغم من قلقها إزاء المنشأة النووية التي كشف عنها أخيرا في قم، لازالت تعتبر محادثات جنيف خطوة في مسار إشراك إيران وليس الضغط عليها. لسان حال إيران كالولايات المتحدة ينطق باعتبار الاجتماع فرصة، وباستباقه أيضا بتذكير عن استعداد لاستكمال المواجهة بأشكال أخرى. نحن مستعدون للظروف والاحتمالات كافة. الأمة الإيرانية تعلمت الوقوف على قدميها والاعتماد على ذاتها طوال العقود الثلاثة الماضية. وكانت وكالة فارس للأنباء قالت إن أحمدي نجاد اقترح هيكلا منظما للمناقشات مع وجود ثلاث لجان تعالج قضايا مختلفة ومجلسا من رؤساء الدول المعنية كهيئة عليا لاتخاذ القرارات، اقتراح لا يقول للدول الغربية ما تريد سماعه عن تجاوب إيران مع مطالبها وعن شفافية تشكك بها الأمم المتحدة. نجلة أبو مرعي، بي بي سي.